يا فندم مظبوط، هنا كوافير شعر نعم حضرتك. حضرتك تحب تحلق شعر ولا ده؟ شعر وده؟ حضرتك ممكن تجينا بعد شهرين الساعة 6، 200 جنيه حضرتك. سلام يا فندم. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي على الزباين الكتيرة، اللهم صل على النبي. وعندك أحلى شاي سخن ملهلب وأحلى عصير فرنش في العالم كله. عصير فرنش، عصير فرنش، الله يرحم. خليك في حالك أنت، خليك في البازار. أنت تخنفلي يا ولا إيه؟ وأنت إيه يا عم؟ لا وأنت أهلا منك ولا كفاية شرك؟ كفايه شري؟ ايوه يا عم خليك. يعني انا شر اللي انا عندي ده شر؟ ايوه يا دول، ما هو البازار ده هو اللي جابنا الكافيه ده هو. يعني اقول لك على حاجه، انت تبيعه بقى الواحد الفرارجي كده هو يفتحه محل عصير ولا اي حاجه. فرارجي يفتحه محل عصير؟ ده الواحد كان هيموت من الفقر يا اخي. ماشي يا بوز البومه ماشي. انت عمرك جربت العصير الفرنش ده؟ لو نزل على دماغك ممكن يحصل لك ايه؟ لا يا دول تعالى. لا يا دول لا. ايوه ايوه. ايه ده انت دي مأجرينها؟ ها انت مالكش دعوه بيها. ماشي بص يا اسطى، بص يا اسطى ظريف عمال يعمل. ماشي اتفضل يا 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 ملك الحلاقين اللي في العالم كله. انا عايزك بعد ما تخلص بقى الزبون ده اهو ان شاء الله كده تحلق لي حلقه حلوه. وانت الكشري جاي في السكه انا عارفك. ها يلا اتفضلوا يا رجاله اتفضلوا. اهلا 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 بالزباين. اتفضل كل واحد. حاجه ساعه حاجه ساعه حاجه ساعه على فكره حاجه ساعه حاجه ده مكاني ده مكاني ده مكاني ايه اللي مكانك ده مكان انا ده مكان انا حاجه ساعه فلوس فلوس العصير فلوس العصير بحت الفلوس بس يا هدلق شندوتشات دي وحشه شندوتشات دي وحشه حاجه ساعه ايوه ايوه حاجه ساعه حاجه ساعه تحت على فكره يا دجري حاجه ساعه ايوه ايوه يا عم الاسطوال يا عمري ما كنت اتخيل وانت معايا اني في اي يوم من الايام ممكن اكسب مليم. دي حصلت ايه دولة؟ ايوه يا عم هو ده الشغل يا عم، بلاها بقى شغل بازار وتماثيل و... ده احنا كنا هنبقى مش عاوزين يا راجل. اسكت اسكت يا دي حت. ايه خد يا ولد، انا واخد مشاريب شوكوك بكام؟ يا اخويا واخد مشاريب شوكوك ب 400 جنيه والمعلم قال يعني يشتري من عندي ارقص بقى ان هو هيزعلك لو ما دفعتش، بس عدم الرموخ هنطردك بعد ما تاكل علقه موخ. الكلام ده كان زمان حته، لكن دلوقتي لا خلاص. اتفضل يا سيدي 500 جنيه اهو، خد ال 400 جنيه الشكوك وال 100 جنيه بقى التانيه هات لي بقى بيهم كوكتيل والباقيين شكوك. ماشي حاضر. قصدي بقشيش. حاضر ليك انت والمعلم بتوعك. ماشي الله يكرمك الله يكرمك. شفت يا دوله شفت، ده احنا بنكسب دلوقتي في يوم قد اللي احنا بنكسبه في البازار كنا في شهر. الحمد لله الحمد لله. عشان تعرف ان البازار هو الشوق منشانا. يا سلام. ولا ولا بص انا مش مطمن لبوزك ده يا مش مطمن لبوزك. ايه بوزك؟ عامل زي بوز البومه. يا دوله هو البومه ليها بوز؟ طبعا ليها بوز. سن 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 مين؟ الو ايوه ايوه مستر ظريف اهلا وسهلا ازيك؟ سلم عليك سلم عليك. اهلا يا اخي التليفون مش بيرن التليفون كان بيزغرط. لا لا بجد وحشتني برغم ان انا سايبك من ساعه واحده بس. ها ايه هتهاجر حته؟ رجعت في كلامي هات ال 100 جنيه ومش عايز بقى سك على الكوكتيل. ليه يا عم؟ بس يعني مش راجع مصر خالص. حتى هات 100 جنيه هتضرب بقى ب 200. يعني يعني مش مثلا في احتمال بعد شهر شهرين ترجع؟ ممنوع ترجع يعني ما ينفعش ترجع خالص خالص. حتى إيه؟ وريني بقى انا هتضرب بال 400 يلا خوري. طب ماشي ماشي يعني بالتوفيق ان شاء الله. طبعا يعني ما اقدرش اقول لك حاجه يعني. هتسيب لي الكراسي والعده؟ متشكر يا مستر ظريف متشكر. لا والله هتوحشنا يعني مش حاجه. ماشي مع السلامه مع السلامه. قريت فيها بوز البومه؟ عرفت بوز البومه بيعمل ايه؟ خلاص بقى دول بقى هو نصيبنا كده. لا وبعدين هو مش الراجل قال لك ان هو هيسيب لك يعني الكراسي والعده؟ ايوه انا هعمل ايه يعني بالكراسي والعده؟ يعني هيجيبوا كام يعني؟ صح صح بقى احنا هنبيعه مدوله. ما هو الراجل هيسافر قبل بقى ايه ما هيقوم مبلغ بقى الزباين بتوعه ان هو سافر، يعني ما حدش من الزباين هيبقى عارف. صح ولا لا؟
قصدك ايه يا رمزي؟ احنا نرشى بقى دول، نرشى احنا بقى في المحل كاننا احنا بقى اصحابات المحل بقى، ونقعد نشتغل بقى ونحلق وكده اهو. ايوه بس انا يعني عمرنا ما اشتغلنا شغلانة دي نحلق للناس ازاي يعني، عمرنا ما اشتغلتها يعني. يا عم دي سهله خالص، وانت ما انت طول عمرك بتشتغل في البازار، كنت بتكسب يعني اصلا. احنا نمسك المقص ونقعد نقص كده اهو بقى في يعني نحلق للناس. اه ونحلق بقى كده لبعضينا بقى وببلاش. فكره حلوه ممكن نعملها وممكن نكسب منها فعلا. عارف اول حاجه نفسي اعملها ايه يالا؟ ايه يا دولا؟ احلق لك. يا دولا في زباين جايه ولا لسه؟ ولا في زباين ولا اي حاجه، بس وجهه نظرك صح يالا يا رمزي. ليه انهي دي يا دولا؟ انهي دي؟ على اساس عندك 100 وجهه نظر؟ اما كنت بتقول يعني الزباين هيجوا لظريف، مش هيلاقوا ظريف، هيلاقوا خفيف. ايوه كده يا دولا. مره حلقنهم بقى. ايوه دولا مره بقى نلطش زباين كده من الناس، زي ما الراجل اللي كان جنبك ينو كان بيلطش زباين منك يا خايب بتاع البازار. البازار اللي جنبك. لما خلاص احنا نركز في الحلاقه يالا، دي فلوسها كتير. ها بس اهم حاجه بقى اما انت تيجي تحلق للزبون. ها ايه ده؟ هو انا هحلق يا دولا؟ ايوه يا ابني انا هحلق للزبون وانت تحلق للزبون التاني. انت عارف يا دولا لو لعبت معانا ان شاء الله يعني وانا قلبي حاسس. أوه. ها هنقلبه بقى كوافير حريم. كوافير حريم ايه يا عم؟ نركز في الرجال الاول، اهم حاجه بقى في الحلاق صوت المقص. ماشي يا دولا. ماشي يعني بص كأن انا بحلق لك انت. بص ماشي. لازم جنب ودن الزبون. ايه 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 ايه. لا ايه انا هتعور ودني يا عم. يا عم مش هعورها، لا جنب ودن الزبون عشان تسمعه ان المقص شغال. ماشي. مش مهم تكون بتحلق يعني. بص اهو كده اهو، بص بص في المرايه كده. ها كأن ايه بحلق. دولا لا انت يا عم مش هتبوظ شعري يا عم. شكله كده البازار هو اللي وشه شؤم. البازار اللي وشه شؤم؟ انت ببوز البومه اللي عندك ده هو اللي فقر لنا بقى البازار وفقر اي مشروع يتعمل. ما كان المشروع شغال ايه؟ برابانت. برابانت؟ ما انت نقيت فيه، نقيت فيه، دخلت بوزك. ماشي خليك في المزار. بس يلا بس يلا يا عم بقى، ولا نافع في بازار ولا نافع حلاق ولا نافع اي حاجه. بس يلا بس. يا رب زبون. زبون زبون. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يا مرحب يا مرحب. ازاي حضرتك؟ يا مرحب يا مرحب. امين. احنا جايين من السعيد الجواني. منورين. محلقين متصيطين في البلد دي. ايوه طبعا متصيطين. اه ده احنا اشهر بازراتيه حلاقين في البلد دي. اشهر حلاقين حضرتك. وجاي بقى انا والولد دندراوي ولدي. انت ودندراوي هتحلقوا ابن حضرتك؟ ايوه. فين؟ واحد من دول ولا مين؟ دندراوي. ايوه اطلع يا دندراوي. ده ابنك ولا وقع منك ولا ايه؟ دول هو في عيال صغيره كده بيبقى يعني شنابهم طالع عند التريقه. لا لا مش تريقه ولا حاجه. بس يلا بس يلا عيل صغير. ده مش عيل صغير، ده معجزه. يلا اصبر. اهلا وسهلا. اللي قول لي هاي مين عاد فيكم الاخ ظريف؟ حضرتك محسوبك يعني لطيف، واللي واقف هنا هو يعني ظريف. انت اللي هتتريق علينا ظريف؟ كيف ظريف انت؟ لا انا لطيف، هو ظريف حضرتك. كيف لطيف يا راجل؟ لطيف ايه في خلقتك الاكره دي ودمك المصخ؟ لا بقى يعني هو انت اللي خلقتك يعني حلوه قوي. هتتريق البندقيه؟ لا 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 من غير بندقيه ولا حاجه، من غير بندقيه. بس يا ربي بيتريق على شكلي. يا سلام، هو شكلك يعني ايه يعني؟ في حد عدى ما تتريقش على شكلك؟ لاي معزم عدى بتتريق على شكله؟ اسكت. اهلا وسهلا حضرتك، عايزين تحلقوا يعني؟ انا والولد ده. حاضر. بقول لك ايه؟ نعم. انا هحلق للصغير وانت احلق للكبير. لا احلق انت للكبير وانا احلق للصغير. خد بص الكبير ده والله ده احلق. طب تيجي نلعب رفع؟ اتفضل. اهلا وسهلا يا عمده. اتفضل اتفضل اتفضل. قعد الصغير قعد الصغير. اتفضل اتفضل. اقعد يا ولد اقعد 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 يا عمده صغير انت. انا مش هطوله. انا مش هطوله. طب ماشي مش هات الخشب، هات الخشب. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ايوه كده بس. اهلا وسهلا. اصل احنا بنحب نهزر يعني عشان نفك الزباين. لا لا هتمسخروا بالراجل ده. عريس؟ يا لا لا ده احنا بنهزر معاه. وهيتجوز ايه؟ عرس اكيد. عرس يا عرس. جوز عروس عاديه. لا يا راجل هيتريق يا راجل. لا انا بهزر. انا اتلققت لك يا راجل. يا راجل انا بهزر يا راجل. اقفل خشمك خالص. خلاص طيب هتحلق بقى العنكبوت اللي في وشك ده ولا شعر؟ ها؟ ما تبقاش قليل الذوق. لقتلك يا راجل بدمك الماسك ده. قبر يلمك. عمال تقول لي لقتلك لقتلك وما قتلتنيش بقالك ساعة. اهلا وسهلا. هتهدد وخلاص. منورين منورين. يا سلام يا سلام. على فكرة انتوا اخترتوا احسن مكان تحلقوا فيه.
ايه رايك يا دول؟ انت هتحلق للعمه؟ فك له العمه يا هبل. لا مؤاخذه دندراوي صغير ها شيخ. حق الظريف. ايوه الواد دندراوي ده فرحه بعد يومين. امسك بدل فرحه بعد يومين. عايزك تليفه وتنشف له القفك اللي في قفاه ده. حاضر. اللهم النبي يا ابويا وسع علي. خلي احلى تامر حسني. تامر حسني يا عاد اللي فيلم عمر وسلمي. عمر وسلمى. ابقى ربي شعر صدرك زياته وحواجبك. حاضر. ما تقلقش احنا شيخ ظريف عايزك تليفه كتير. لو سمحت بقى انا مش عايز متضبطه. مش عايز كلام وانا بشتغل عشان ما تندمش في الاخر. كيف حلقه مليحه. عينيا يا سلام. شكلك واعي طبعا. شنبو. فكت شنبو. طب بص روح انت. ايه ده شنب. ان شاء الله هتتبسطوا مننا قوي يا معلم. احنا هنروح نجيب لكم عصير. هتشتري بقى عصير وعلشان تبقوا تشربوا. نجيب لهم كوكتيل. هجيب البلد كلها تحلق هنا. نجيب عصير ونعمل حساب المعلمين برضه. دولها مش مهم علشان يعني ده حاجات غاليه يعني. تعال نشيل يا راجل. يابا. ايه يابا؟ ده مش شنبي يابا. يا نهار ازرق يا خرب بيتك يا دندراوي. هو فين يابا؟ يا خرب بيتك يا دندراوي يا صغير. الفرح باظ يا رجاله. البندقة يا لك. هات البندقة. هات الولاد الدسمة دول.